أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعدادات كانت عادية بالنسبة لنا، عادية بالرغم من الأهمية ديال المقابلة وأهمية ديال الكأس الغالية لجميع المغاربة، ولكن الاستعدادات حدتها كانت عادية بالنسبة لنا. تبعنا البرنامج اللي كنا مفكرين يعني من قبل، والحمد لله كل ما عندنا في هذه المباراة، لأن كنعرف بأنها مباراة تاريخية. بطبيعة الحال هي مباراة كأس حظوظ فيها تكون مسالمة بين الطرفين. الفريق المغربي الفاسي عنده يعني لو بوا تاع ليستوار، العادة تاع التاريخ، لأنه هذا الفينال 12 ديالو. حنا أول فينال ديالنا نتمناو أننا إن شاء الله نديرو كل ما في وسعنا ونكونوا في أتم الاستعداد من جميع النواحي باش نجيبوا الكأس. مقابلة الحمد لله وجدنا لها بما فيه الكفاية، نتمنى الله إن شاء الله الكأس تكون في النصيب ديالنا. لاعبين الحمد لله عارفين المسؤولية اللي عليهم، إن شاء الله نجيبوا الكأس ونفرحوا بهاد الساكنة ديال مدينة أدفي. نتمنى الله إن شاء الله هاد المقابلة تكون مقابلة ديال العمر بالنسبة لنا إن شاء الله، ونقولوا الكلمة ديالنا. جينا كلهم على أتم الاستعداد، خاصة اللاعبين اللي كانوا مصابين مؤخرا، أغلبهم دابا غيكونوا موجودين في هذه المقابلة إن شاء الله. مهنة الجمعة كل شيء غيكون حاضر إن شاء الله. لكن لا إصابات كانت بعض الإصابات، ولكن الأغلبية رجعوا دابا من كان لاحظ بأن سعيد فرصة كان تجي شي إصابة، وخا الإصابة ديالو ماشي شي إصابة اللي هي قوية اللي تقدرت منهم ولا. نطلب الله من الأسبوع حاضر الموعد ديال المقابلة يكون جاهز إن شاء الله. الله يكون جاهز.